لما بتواعد جاسوسة، علاقتكم بتكون مليانة بكل أنواع المفاجآت، لكن لما بتشتغلوا مع بعض بتقدر تتعامل مع أي حاجة. دي محطة تألق ميجن، ده المكان اللي بتجهز فيه. الجاسوسة الخارقة بتحب دايماً إنها تكون في أحلى شكل، وده كمان المكان اللي ميجن بتتواصل فيه مع باقي فريقها، رغم إن كل ده سري للغاية، لكن جاستن ما يعرفش خالص، لدرجة إنه أحياناً بيقطع المقابلة بالغلط. جاستن، أوكي، حبيبتي، ده مش هياخد غير دقيقة واحدة، لكن جاستن رهيب في محاولاته إنه يكون هادي. هما بيضطروا إن هما يعيدوا ترتيب الاجتماع تاني في وقت تاني، على الأقل لحد ما جاستن يخلص جلسة الإسبا بتاعته. أوه، مش سهل إنك تكوني جاسوسة عن بعد. ولما حبيبتك تمشي، جاستن ممكن يعمل شوية تحضيرات لنفسه، لأنه ليه نظام عناية مخصوص بالبشرة. واو، ده حقيقي مراية حلوة. جاستن معرفش إنه مش لوحده دلوقتي حالاً. واضح إن ميجان نسيت تقفل الإرسال. دلوقتي منظمة الجاسوسية كلها بقت عارفة أسرار التجميل الخاصة بجاستن. أوه، الفيديو المنزلي ده مش للقلوبهم ضعيفة. جاستن متأخر فعلاً، المكتب مستني، مفاتيحه معاه، محفظته، مش ممكن ينسى ماركر البرزنتيشن المحظوظ. أخيراً قدر يجري على الشغل، وهنا بتوصل ميجان، هي رايحة في مهمة سرية تانية، مش ممكن تنسى ألمها الليزر. واضح إن البرزنتيشن ماشية كويس، نحتاج إنه يسجل بس شوية ملاحظات على البورد. ألم الماركر فين؟ لكن ده مش ماركر البرزنتيشن المحظوظ بتاع جاستن، ده ألم الليزر بتاع ميجان. أوه لأ، شعاع الليزر تقريباً قطع المكتب كله النصين. أوه كويس إن مفيش حد اتأذى، لكن البرزنتيشن باظت. كل الناس خليكم هاديين، دي كانت مجرد خدعة لئيمة من خصومنا، احنا هنمسكهم. ميجان ما عندهاش أي مقابلات في جدولها، هي هتقبض بس على شرير خارق تاني. ده وقت المعركة، مفيش أي فايدة من الكلام مع المجرم ده. فين ألم الليزر؟ لكن في الغالب ميجان مش هتعرف تعمل خسائر كتيرة بالماركر، مفيش أي ليزر في المشهد، لكن لسه تقدر ترمي اللي هي ماسكاها في ايديها، رغم انه للحظ السيء الحاجه الوحيده اللي كانت معاها في ايديها هي الماركر الغبي ده. اوه ده نفع. هاي المهمه اتنفذت. جاستن حاسس انه دايما بيكون مستني ميجان لما بترجع للبيت بعد ما تخلص مهمتها. وصلت البيت متاخره قوي النهارده، انت اكيد مرهقه جدا يا حبيبتي، انا هعملك حاجه تاكليها، اتفضلي شويه كوكيز. اوه ممكن تعملي كاكاو؟ المج في مكتبي، تبان انها حاجه سهله، لكن في مجموعة حواجز كاملة للدخول للمكتب، لازم تعدي من خطوط الليزر الأول، لكن مفيش مشكلة، جاستن متمرن على ده. أوه مساء الخير، أنت هنا علشان الانترفيو؟ ميجان مدمنة شغل جدا، دي كمان بتاخد شغلها للبيت. واو، في هنا حاجات كتيرة مثيرة للاهتمام، ومخبأ أسلحة، وادي مج ميجان المفضل، المج متثبت في الكلبشات، ظريف جدا. طيب اوعى تزهق هنا. ميجان فعلا اكلت كل الكوكيز، واضح انها محتاجه شويه كمان، ده قرار اتاخد، احنا هنطلب وجبات جاهزه. اتفضل، بس استخدم الموبايل، جزمة الجاسوسة مليانة بالمفاجآت. احنا هنطلب 2 بيتزا، 2 همبرجر، وطلب ضخم من البطاطس المقلية. هاي هتوصل هنا في أي دقيقة. ده وقت إن احنا نستمتع شوية، يلا بينا نروح نايت كلاب. لكن واضح إن الحارس بيكره المتعة جدا لسبب مجهول، الاتنين مش ملتزمين بشروط اللبس الصارمة للحفلة دي. احنا مضطرين نرجع البيت ونتفرج على التلفزيون، مستحيل. ميجان أستاذة في التنكر، معها أطقم جواسيس جاهزة في لمح البصر. الضيوف دول شكلهم غريب، خصوصاً البنت صاحبة الشعر بينك، دي مريبة. لكن بعد كل ده واضح إن ميجان اختارت التنكر المناسب. أيوة، وورقتين فلوس مش هيضروا. أخيراً جاستن وميجان في الحفلة، جاستن بيروح على طول على ساحة الرقص، ميجان من الناحية التانية، في الغالب هيكون عندها شغل الليلة. الشخص المريب اللي عند البار ده
ده صحيح، ده المجرم الاف بي اي كله بيدور عليه. هي لازم تقبض عليه، لكنها حتى معهاش الكلبشات بتاعتها، فلازم ترتجل. ميجن بتدوب صمغ في كوكتيل بتاعها. ايوه، وفي اكتر من كده في شنطتها. مش مفروض انها تشرب الكوكتيل بتاعها دلوقتي، لكن هايل انها توقعه على الترابيزه علشان تلزق المجرم. واضح ان عمليه ميجن السريه اتكشفت. جاستن مش ممكن يفضل بعيد، الخدعتين دول قدام جدا، لكن ده كل اللي قدر يعمله. هو ما راحش مدرسه الجواسيس. اوه لا، تنكر جاستن فشل. احنا لازم نخرج من هنا. الامن شغلوا الانذار، اكيد شويه ضباب اف اكس صغيرين في الحفله دي مش هيضروا. دلوقتي الهروب بقى امن. حاجه تكسف ان الحفله ما مشيتش حسب الخطه، لكن على الاقل المجرم بقت حالته اوحش شويه. اضربوا الهدف وخدوا احسن جزء في حياتكم. ميجن وجاستن النهارده بيستمتعوا في مدينه الملاهي، ويظهر انه مستحيل الفوز في جاليري النشان ده. هاي التيدي بير الضخم ده مش هيفوز بنفسه، جرب حظك. جاستن هيوريهم يعني ايه رميه حلوه مع 3 محاولات، لكن واحده كفايه بالنسبه له. ولغروره زي ما هو واضح، هو ما نجحش. اظن النهارده ما كانش يوم حظه، وتالت مره بيضيعها. ايه الهزيمه المحرجه دي؟ ميجن من ناحيه تانيه بتصيب الهدف بالظبط، لانها جابت ايه في مدرسه الجواسيس في اصابه الهدف. دلوقتي ممكن يحتفظوا بالتيدي بير العملاق. الاتنين فعلا مناسبين لبعض بشكل مثالي. واضح انها هتكون امسيه حلوه سعيده، خصوصا بعد وصول ميجن، وجابت معاها جهازها الجديد للتجسس، نظارة اكس راي. واو، دي بتشوف ورا كل الاجسام، دي مفيدة جدا. دلوقتي بصيلي بالنظارة دي، دي مش فكرة وحشة، دي فرصة انك تبصي على حبيبك بطريقة جديدة. اوه لا، واضح ان جاستن مخبي حاجة. ليه في اسم تاني تحت رسمة التاتو بتاعته؟ ده وقت الاستجواب، ميجن تقدر تعمله. خليكي صارمة حبيبي من أليس، لكن جاستن ما عندوش حاجة يخبيها. دي مش أليس، ده أليس كوبر، الأب الروحي لتشاك روك، ملك الرعب في الهيفي ميتل. يلا انت أكيد عارفاه، ده كان بطل طفولتي. أهو أنا حتى معايا بوستر بيمضده، مش ده دليل؟ حبيبتي انت مصدقاني؟ طبعا صدقت، مش ممكن تضحك على جاسوسة بالسهولة دي. أظن إن الصراع انتهى. عيد ميلاد ميجن قرب، وجاستن عنده وقت يحضر له بشكل كويس مع هدية غالية جدا لحبيبة قلبه. لكن يا ترى ممكن يخبيها فين؟ ميجن جاسوسة مدربة، مش ممكن تخبي منها أي حاجة فعلا. الحوض؟ لا، واضح قوي. كابينة المطبخ؟ لا، دي طفولية. لكن لو اخترت أعلى رف ده ممكن ينفع، مستحيل إن ميجن توصل للهدية هنا. أوبس، في حد جاي، أكيد سمعته بيعمل دوشة في المطبخ. حست السمع بتاعتها اتجنن، وتقريبا ما كانش عنده وقت كفايه، لكن قدر يخبي الهديه. وادي ميجن، وطبعا معاها نظارتها اللي بتشتغل باكس راي. جاستن بيتصرف بطريقه مريبه جدا، انا لازم اكتشف هو مخبي ايه. اوكي يلا نبدا في مهمه سريه، دي فاضيه ودي كمان فاضيه. جايز النضاره تكون باظت، مفيش حاجه مش طبيعيه فعلا. اها هناك اهي هدية من جاستن، يا ترى ايه هي؟ ميجن، جايز مش لازم تشوفيها، دي مفاجأة رغم كل ده، لكن الجاسوسة مش ممكن حد يوقفها. وبس، ده وقت لف الهدية تاني، أفتكر إن جاستن جاي، وقت عيد الميلاد اللي طال انتظاره، وهنا بتظهر العلبة المعروفة. أخيراً تقدر تكتشف اللي جاستن كان بيخطط له، لكن جاستن كان أشطر من اللي تخيلته ميجن. هي دي مزيفة؟ جاستن ده مدهش. أيوه، جاستن عارف انه مش هيقدر يخبي اي حاجه على ميجن، ده سبب انه عارف انه من الاحسن يخليه معاه طول الوقت بدل ما يشيله في اي مكان. وادي الهديه الحقيقيه، تقبلي تتجوزيني يا ميجن؟ اوه ده رومانسي جدا. ايوه، جاستن عارف طريقه لقلب ميجن احسن حتى ما بيعرف طريقه بين خطوط الليزر للمكتب. واضح جدا ان جاستن وميجن مخلوقين لبعض. انتوا ايه رايكم؟ عرفونا في التعليقات، وتاكدوا تعملوا لايك للفيديو لو استمتعتوا بيه، واشتركوا في قناتنا لو كنتوا جداد،
واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش سيناريوهات تجسس ظريفة على تروم تروم سيلكت.